السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المتعة والإفادة. ندخل في الريهوماتيك فيفر. طبعا هذا الريهوماتيك فيفر هي بسبب انفكشن، نوع الانفكشن اللي هو أو بسبب يعني بكتيريا، نوعها اللي هو ستريبتوكوكس تايب A بيتو هيموليسيس. هذه اول ما تبدا يعني تقريبا انها تدخل مع الفم وبتسبب لنا سور ثروت. طيب طبعا عشان نخلي الموضوع سريع، ففي السور ثروت هنا الجسم راح يرسل ايش الماكروفيكس عشان يتعرف على هذا الجسم الجديد اللي داخل. فالماكروفيكس يقول ان هذه بكتيريا ويرسل للجسم، فالجسم تنشئ انتي بوديز وترسلها لهذه البكتيريا. ففي حالة قليلة جدا اللي هي 3% فقط، الانتي بوديز حق الجسم راح تهاجم البكتيريا وراح يختلط عليها الوضع وراح تهاجم خلايا الجسم وراح تسوي اوتو اميونيتي. في 97% ما راح يحدث هذا الشيء، راح تيجي الانتي بوديز حق الجسم وراح تهاجم البكتيريا الجديده اللي داخل الجسم وبس، لكن في 3% راح تسبب مشكله وراح تسبب اوتو اميونيتي. نعم، وطبعا هذه راح تحدث في الاطفال اللي هي ريوماتيك فيفر. طيب بتحدث في الأطفال من سن 5 سنوات إلى سن 15 سنة، وبعضهم يقولون إلى سن 20 سنة. طيب طبعا هي يعني راح تنتقل دحين حدث هذه وحدث الريهوماتيك فيفر. دحين الريهوماتيك فيفر حدثت بسبب إيش؟ بسبب إنه الجسم سوى أو مناعة الجسم سوت أوتو إميونيتي. خلونا نركز عشان نأخذ المعلومة بسرعة. فممكن انه في حالة من الحالات ان هذا ان الريهوماتيك فيفر اللي كانت في الثروت، طيب انها راح تهاجر او في الفارنجيل عشان نكون دقيقين، راح تهاجر الى المخ. فلو هاجرت للمخ راح تؤثر على المخ، والمخ راح ينشئ حركات لا ارادية للجسم، حركات لا ارادية يسموها كورية. يعني تلقى الشخص يحرك يده على فوق وعلى تحت ويقعد يتنطنط، حركات لا إرادية هو ما يقدر يسيطر على نفسه فيها. النقطة الثانية إنها ممكن تروح لإيش؟ للجلد ولتحت الجلد. ممكن تروح للجلد وتسوي نديولز، تروح لتحت الجلد وتسوي نديولز، وممكن إنها تكون فوق الجلد وراح تسوي لنا يعني حاجة حمرة كده زي الرش، وكلها تروح لما يتعافى الشخص من الريهوماتيك فيفر. النقطة الأخيرة وهي أهم شيء، إنها الريهوماتيك فيفر قد تذهب إلى القلب، وقد تذهب إلى القلب قد تذهب إلى الثلاثة الطبقات اللي في القلب. فلو ذهبت إلى الطبقة الخارجية اللي هي البيريكارديوم، فرح تدخل في المنطقة المزيتة اللي هي بين الفبرس لير والسيرس لير. طيب فلو دخلت في ذيك المنطقة راح تشيل المفعول الزيتي، راح تشيل المادة الزيتية اللي هنا، فراح يصير فيه خشونة، ولما القلب يتحرك راح يطلع صوت في البيري كارديوم هذه. نعم، النقطة الثانية انه ممكن يكون في الميوكارديوم في الطبقة الوسطى اللي في القلب اللي هي بيسموها ميوكارديتيز، واللي كانت برا كانت ايش؟ بيري كارديتيز. طيب في الميوكارديتيز راح يعني خطيرة جدا وممكن تسبب الوفاة. طيب ليه؟ لأنها راح تضعف عمل القلب، راح تضعف الكونتراكتيليتي. نعم، النقطة الثالثة وهي من أهم النقاط أو آخر نقطة عندنا اللي هي الإندوكارديتيز. ممكن إنه الريوماتيك فيفر إنها تيجي وتدخل الإندوكارديتيز وهي أسوأ شيء، لانه في الاندوكارديتيز راح الريوماتيك فيفر راح تؤثر على ايش؟ على الفالفز.
طيب، وبرضو حتى لو الإنسان تعافى يسموها إيه؟ فيجيتيشن. ألقط الكلمة فيجيتيشن. طيب، فراح تسوي فيجيتيشن في الفالفز. إيش هو الفيجيتيشن؟ يعني راح يكون عندنا فيبرس، راح تسوي لنا فيبرس في الفالف، في الفالفز، طيب، في الصمامات حق القلب. والفيبرس هذا راح يبقى في صمامات القلب حتى لو الشخص تعافى من الرهيوماتيك فيفر. عشان كذا في الاندوكارديتيز بيسموها ايش؟ كرونيك. دائما في الاندوكارديتيز بيسموها ايه؟ كرونيك. اما في الميوكارديتيز وفي البيريكارديتيز دائما تسمى اكيوت. نعم، فطبعا هذه كلها بتسبب الحالتين الاكيوت اللي هي في الميوكارديتيز والبيريكارديتيز راح تسبب لنا هارت فيلير. نعم، لكن قلنا انه الحالتين الاكيوت قابله للشفاء لما يروح الريوماتيك فيفر. ولما ياتي الريوماتيك فيفر مره ثانيه للجسم راح تبدا الحالتين اللي كانت اكيوت اللي في البيريكارديتيز والميوكارديتيز راح تبدا من جديد من الصفر، عكس اللي هي الاندوكارديتيز. الاندوكارديتيز حتى لو تشاف القلب من الريوماتيك فيفر، الفيبرس اللي جاء في الفالفز ما راح يروح، راح يبقى. ولما يتعرض الجسم مرة ثانية لهذه البكتيريا عن طريق لهذه البكتيريا وتذهب البكتيريا إلى السور ثروت وبعدين تذهب إلى القلب وتروح للإندوكارديتيز، راح إيش؟ راح تكمل على السابق. يعني مثلا في المرة الأولى الفيبرس اللي بقي 5%، المرة الثانية دحينة راح تطلع النسبة إلى كم؟ إلى 10%، ويتشاف القلب وراح يبقى فيبرس في الصمامات في الاندوكارديتيز بنسبة 10%. فبس عشان كذا مسمينها كرونيك. طبعا هذه المعلومات أخذناها من الدكتور نجيب. نعم، أتمنى لجميع التوفيق وشوندرفول دي. وهذا هو باختصار الريوماتيك فيفر. يعني أتمنى إن الجميع يستفيد. كان معكم رامي النعيم وشوندرفول دي. مع